السادسة مساء في القاهرة، ساعة إخبارية جديدة. مرحبا بكم وأهلا بك أحمد. أهلا بك رغدة وأهلا بكل السادة المشاهدين، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. منظمة اليونيسيف تؤكد للقاهرة الإخبارية أن 70% من ضحايا غزة من الأطفال والنساء، وأن القطاع يعد من أكثر الأماكن الخطرة على الإنسانية. جماعة الحوثي تقول إن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية. من غزة إذن نبدأ هذه النشرة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 172 وعن إصابة 326 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وفي أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي، ارتفعت أعداد الشهداء إلى 24620، فيما بلغت أعداد المصابين 61830. استشهد 19 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منزلا شرق مدينة رفح جنوب القطاع. أفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي نفذه جيش الاحتلال بعدد من المناطق وسط وشمال قطاع غزة. كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى جامعة الإسراء الرئيسي جنوب مدينة غزة. ومن جانبها قالت إدارة الجامعة إن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على المبنى الرئيسي فقط، بل طال المتحف الوطني الذي أسسته الجامعة ويضم أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة. كما نسف جيش الاحتلال مباني المستشفى الجامعي الأول والوحيد في قطاع غزة والثاني في فلسطين، ومباني المختبرات الطبية والهندسية بالجامعة. أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد أن عشرات الآلاف من الجرحى يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة لتلقي العلاج. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أشار العقاد إلى أن هناك ضغطا كبيرا على الطواقم الصحية غير القادرة على الوصول إلى المستشفيات جراء قصف الاحتلال. أن القطاع الصحي وصل إلى أدنى مستوياته، ما يربو على 100 يوم، أكثر من 100 يوم، ولا زالت المستشفيات تعاني معاناة شديدة بسبب شح في الموارد الأساسية، شح في جميع المستهلكات والأدوية والمستهلكات الطبية، والأخطر من ذلك عدم وجود أي أماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة التي تصل إلى المستشفيات ساعة بساعة. لكم أن تتخيلوا بأنه يعني قطاع غزة كان في الوضع الطبيعي هناك 13 مستشفى حكومية تستقبل أعداد المرضى، فما بالكم بألاف بل عشرات ألاف الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات في أوقات قصيرة، والآن تم إخراج كثير من المستشفيات. أغلب مستشفيات قطاع غزة الآن باتت خارج الخدمة الصحية، والمستشفيات التي لا زالت تستقبل الجرحى هي مستشفيات قليلة محدودية عدد الأسرة الموجودة فيها. هذا تحدي حقيقي. مثلا مستشفى غزة الأوروبي كان به 240 سرير، الآن لدينا أكثر من 1000 جريح متواجدون داخل أزقة المستشفى.
وفي سياق الأزمة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم لمدة 4 أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين. وأضاف الأورومتوسطي أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا يدل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له. وأوضح المرصد أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في إسرائيل في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان. قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشللدة إن وزارة الخارجية أرسلت أدلة ووثائق إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين جرائم الإبادة الجماعية في غزة. أضاف الشللدة في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أن العديد من دول العالم أمدت المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل، لافتا إلى أن هناك تنسيقا قانونيا وسياسيا كاملا مع جنوب أفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية. على مستوى المحكمة الجنائية الدولية هناك العديد من الملفات أحيلت من قبل دولة فلسطين بصفتنا طرف منضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وحاليا نزود منذ بداية الحرب وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة التي شنتها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ونحن عن طريق وزارة الخارجية يتم تزويد المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية بكافة البيانات والبلاغات عبر وزارة الخارجية، وذلك استنادا هناك فريق مشكل بموجب مرسوم من سيادة الرئيس، فريق قانوني متخصص للتوثيق للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي يتم رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن جانبه دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر. وتمت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 312 صوتا مقابل 131 صوت، بينما امتنع 72 عضوا عن التصويت. وطلب قرار البرلمان الأوروبي بدعم عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية طرح مبادرة جديدة تهدف إلى استئناف المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرا من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومعربا عن قلقه من سياسة إسرائيل التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين. الآن نتحول إلى وقفة تحليلية مع الزميل ياسر رشدي. مرحبا ياسر. شكرا رغدة وشكرا أحمد. مباشرة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من مرسيليا عبد الغني العيادي، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي. أهلا بك سيد عبد الغني. إذن هذا القرار للبرلمان الأوروبي وصف حسب الأخبار بأنه تحول كبير في تقييم الحرب في غزة، من أي زاوية هو تحول كبير؟ وهل برأيك لعب الشارع الأوروبي دورا وكان له تأثير مباشر على متخذ القرار في البرلمان الأوروبي؟ تحياتي سيدي، شكرا على الاستضافة. الموقف الأوروبي هو تطور طبيعي لهذا الضغط الذي تحدثتم عليه. نعم، الضغط الشعبي أثر ويؤثر بشكل كبير في قرارات البرلمان الأوروبي. عن البرلمان الأوروبي نتحدث، بمعنى مؤسسة انتخابية، مؤسسة ينتخبها الشعب. فمن انطلاق سيد عبد الغني، أستاذ عبد الغني، أيوة تفضل أكمل الفكرة حتى يصل الصوت بشكل جيد. قلت بأن النتائج هذا التصويت على هذا القرار تعبر بشكل كبير عن تطور الموقف الشعبي. فبعد قبل 3 أشهر كان هناك قرار مماثل
لكن محتواه لم يكن بهذه القوة، لم يكن يطالب بوقف إطلاق النار مستدام، بل كان يطالب فقط بهدنات وبوقف إطلاق النار مؤقت وبالاستمرار المساعدة الإنسانية. اليوم نحن أمام قرار يقضي بوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وهذا استجابة لهذا الشارع الذي سيعود لمحاسبة هؤلاء المستشارين والمنتخبين داخل البرلمان الأوروبي في الحملة الانتخابية التي بدأت في أوروبا. مع المعروف أو المعلوم هو أن هناك انتخابات برلمانية في الشهر الجوال، في الشهر السادس من السنة هذه، من سنة 2024، والمنتخبون أمام من انتخبوهم وهم يبحثون على إقناعهم بأنهم ليسوا يعني قوة سلبية في هذا الصراع، وبأن لهم موقف إنساني، وهم كذلك لهم موقف إنساني وموقف معين من هذا الصراع. إذن هناك اعتبارات انتخابية في اتخاذ هذا القرار، وهناك اعتبارات رمزية أيضا. فبعد اعتبار خالد يحيى السنوار عفوا في لائحة الإرهابيين، يأتي اليوم للقرار بطلب بوقف إطلاق النار، وبعد يومين أو يوم الاثنين المقبل ستأتي رزمة أو حزمة من القرارات الأوروبية لتأديب بين قوسين الإرهابيين أو من تسميهم القوى الأوروبية بالإرهابيين بحماس. هناك بحث عن موقف سليم، موقف متزن، لكن الواقع هو أنهم اتخذوا أول موقف إنساني يدافع صحيح. عنه. لكن لابد هنا سيد عبد الغني للإشارة إلى موضوع مهم. هذا القرار تمت الموافقة عليه كما تعلم بعد تعديل نص على مسألة أن وقف إطلاق النار يعني في قطاع غزة يجب أن يكون متزامنا مع مسألة الإفراج عن جميع المحتجزين لدى كل لدى الفصائل بشكل عام وتفكيك حركة حماس. لماذا كان مهما إدخال هذا التعديل حتى يتم تمرير هذا القرار من البرلمان الأوروبي؟ هذا ليس مفاجأة. إذا كان هناك 127 نائب أو مستشار برلماني أوروبي صوت ضد هذا القرار، بمعنى أن أوروبا عموما منقسمة إلى 60-70% من المدعمين الموالين للقضية الفلسطينية عموما ولما يحدث بغزة خصوصا، ولكن هناك طرف آخر له اعتباراته وله قراءته، والذي لا يؤيد بشكل مفتوح ولكن يقف عند ضرورة التأكيد على الإدانة، إدانة حماس، إدانة ضرباتها كضربات إرهابية وإدانة قياديها. هناك بحث عن موقف متزن. فرنسا شقت طريقا طويل، أطول من الاتحاد الأوروبي، بل أثرت حتى في الموقف الحالي الاتحاد الأوروبي. هي كانت تقول بهذا الموقف منذ زيارة ماكرون وقبل زيارة ماكرون للمنطقة. هناك بحث عن إرضاء كل الأطراف دون أن تسقط في اللامبالاة التي يمكن أن تحاسب عليها سياسيا وتاريخيا، خاصة بعد تحرك جنوب إفريقيا، هذا التحرك السياسي الذي لا يمضي، يعني لم يكن عبثا وقرئ في محتواه، ومحتواه سياسي دبلوماسي خطير جدا، يتحدث بلغة المؤسسات الأوروبية، أي نحن هنا مع الشرعية الدولية ونحن هنا مع المواثيق الدولية. والاتحاد الأوروبي يحاول برلمانيوه، وأؤكد برلمانيوه الحاليون لم يبقى في عمر إلا 4 أشهر أو 5 أشهر وكلهم حاليا في الحملة الانتخابية، لم يبقى في عمر، لابد لهم أن يؤكدوا أن الاتحاد الأوروبي، أوروبا ليست بعدو للعالم العربي، ليست بعدو لقضايا التحرر في العالم، ليست بعدوة للشارع العربي، ولتحاول أن يعني أن تدافع عن مصالحها الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، وفي نفس الوقت التعبير عن مواقف مبدئية، وهي القارة التي تعتبر من أعنف القارات على الإطلاق تاريخيا وحاليا، يعني تحاول الخروج من هذه الصفة
السلبية حولها لخط مسار جديد، مسار يخرجها من هذه الأزمة التي تعبر عنها مواقف بعض الدول ودول الساحل مثلا، يعني مهم في هذا الإطار، بمعنى أن أوروبا لا يجب أو لا تريد أن تكون وحيدة على في الخارطة الجيوسياسية، وخاصة في مواجهتها للعالم العربي. شكرا جزيلا من مارسيليا عبد الغني العيادي، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي. مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى إلى رغدة وأحمد، تفضل. شكرا جزيلا ياسر. شكرا ياسر. إلى ذلك، أكد منسق فريق الطوارئ الطبي في منظمة الصحة العالمية شون كيسي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا فضلا عن انهيار النظام الصحي يوما بعد الآخر. وأضاف أنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة شهد داخل المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة ينتظرون ساعات وأياما طويلة لتلقي العلاج. وأوضح أن المستشفيات تستقبل ألافا من المرضى والمصابين بينما تعمل بالحد الأدنى من الإمكانات والعاملين. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا مقتل 150 من العاملين بها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. قالت الوكالة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 135 مقرا ومنشأة تابعة للأونروا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ومشيرة إلى أن هناك نحو 1,900,000 نازح فلسطيني داخل القطاع. وقد حذر نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف تيد شيبان من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء. وأعربت شيبان في تصريحات للقاهرة الإخبارية عن حزنه تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في غزة، مؤكدا أن القطاع يعد من أكثر الأماكن التي شهدت بيئة عنيفة تمثل خطرا على الإنسانية. إذا نظرت أيضا إلى الوضع في غزة على مدار أكثر من 25,000 شخص قد قتل في غزة، أكثر من 70% منهم هم من الأطفال والنساء. حين كنت هناك من أسبوع قابلت ولد يسمى إبراهيم، يمكنك أن ترى الجروح في يديه وفي صدره لأن لم يكن هناك مضادات حيوية ولأن لم يكن هناك أيضا أي قدرة على التدخير، فإن يديه أصبحت مصابة بشدة واضطروا إلى قطع يديه من فوق الكوع دون استخدام أي تخدير. إنه مجرد طفل ولا زال لديه مشكلة كبيرة في قلبه تحتاج إلى الحل. نفى مصدر مسؤول ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن إطلاق طائرة بدون طيار من سيناء باتجاه إيلات. طريق طويل وساعات انتظار أطول يمر بها العشرات من سائقي شاحنات إدخال المساعدات يوميا عبر معبر رفح. رغم ذلك يصر هؤلاء السائقون على الاستمرار في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين مهما كانت درجة العناء. وقد رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية تفاصيل واحدة من تلك الرحلات الشاقة. 7 صباحا بتوقيت القاهرة، هنا من أقصى الحدود الشمالية الشرقية المصرية تنطلق في كل يوم من هذا التوقيت مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية الموجهة إلى سكان قطاع غزة في رحلة وصفها سائق الشاحنات برحلة العناء ومتجهة إلى ما عرف بنقاط التدقيق التي وضعها وأصر عليها الجانب الإسرائيلي. في هذا التقرير نرصد كل التفاصيل وبتوقيتات زمنية. رفقنا إحدى الشاحنات المتجهة لمعبر العوجة، لكن للطريق رواية أخرى يرويها أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله رب العرش العظيم.
اسمي حازم حسن حسنين مصطفى، شغال العوجة من شهر 10، عملت 5 نقلات العوجة، بطلع من عند معبر رفح الساعة 6 الصبح. طريق امتد لأكثر من 40 كيلومتر بين معبري رفح والعوجة هو بداية رحلة إجراءات معقدة لم تحرك لها قوات الاحتلال ساكناً إنسانياً. خش معبر العوجة تفتيش، أول حاجة التفتيش الأولي، بنفتح العربية كلها ونقعد في مكان مقفول كده، احنا بنطلع حوالي 100 عربية في اليوم. التفتيش الأولي ده ممكن يقعد ساعة، تفتشوا كل حتة في العربية. بنخش على بعد كده على الجهاز الإشعاعي، نقعد لنا ساعة برضو فيه أو أكتر، نفتش العربية، وبعد كده نخش على التفتيش تاني زي التفتيش الأولي كده برضو، بنفتح الدراج العدة كلها، كل حاجة بتتفتش من أول العربية لأخرها. وبعد كده نخش على الساحة، نفضل واقفين فيها برضو، تفتح العربية وتسيبها وترجع تقعد في المكان مقفول كده ما انتش شايف العربية وبتتفتش. وبعد كده بنخرج نمشي برضو 40 كيلو دولي لغاية ما نوصل معبر رفح. المشوار ده كله كده يعني ممكن ياخد 12 ساعة تفتيش كامل. احنا دلوقتي وصلنا معبر العوجة، بقالنا ساعة في الطريق، لسه واصلين ان شاء الله. هنبدأ ايه تفتيش بأمر الله، هنخش البوابة الشمال ان شاء الله، نخش نفتش بأمر الله نطلع ان شاء الله. ومن داخل معبر العوجة قضينا وقتا ليس بالقصير، قارب 9 ساعات، مع سائقين آخرين انتظروا بدء إجراءات التدقيق. كثير من الشاحنات وخلال الحديث مع عدد من السائقين أكدوا على أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في الجانب الآخر الهدف منها هو تبطيء حركة دخول المساعدات. بعد الانتهاء من هذه الرحلة ستعاود الشاحنات مرة أخرى الرجوع في هذا الطريق، وهو طريق الذهاب الذي يمتد لأكثر من 40 كيلومتر وصولا إلى معبر رفح مرة أخرى، وبعد ذلك الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. أنا كده راجع معبر رفح بعد رحلة طويلة في التفتيش، دامت حوالي 8 ساعات، وأخروا عجل كتير ورفضوا عجل كتير، وبالرغم إن الرحلة كلها تعب والرحلة صعبة، كلنا مصممين إن شاء الله إحنا وإخواتنا السواقين مش هنسيب إخواتنا الفلسطينيين لما الأزمة بتاعتهم تقف بأمر الله. كل هذه الإجراءات التي لولاها لكان رقم شاحنات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة أضعاف ما يدخل حالياً. وهنيجي تاني وتالت وعاشر، ومش هنقعد خالص لما أخواتنا إن شاء الله ربنا ينصرهم بأمر الله. وميدانيا استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وحدة دوف دوفان من قطاع غزة للضفة الغربية في محاولة للسيطرة على الأوضاع المشتعلة في مدن ومخيمات الضفة الغربية. وحدة دوف دوفان أو كما يطلق عليها وحدة المستعربين تعتمد عليها إسرائيل في جمع المعلومات وتنفيذ عمليات الاعتقال والاغتيال ضد أفراد المقاومة والفصائل الفلسطينية. تتصاعد حالة الغليان يوما بعد يوم في الضفة الغربية، حيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأوضاع المشتعلة في الأراضي المحتلة عبر تنفيذ سلسلة من الاقتحامات لمخيمات ومدن الضفة الغربية، كذلك القيام بعمليات اعتقال بحق آلاف من الفلسطينيين، وهو ما استدعى ردا من قبل الفصائل الفلسطينية في الضفة استهدفت على أثرها قوات الاحتلال المنتشرة في المدن المحتلة. الأوضاع المشتعلة في الضفة الغربية أدت إلى استدعاء جيش الاحتلال لوحدة دوف دوفان الإسرائيلية من قطاع غزة الذي عملت فيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى مركزها في الضفة الغربية، حيث تصنف كونها إحدى وحدات النخبة داخل الجيش الإسرائيلي والتي تضم أفراداً ينفذون مهام عسكرية وأمنية خاصة أبرزها أعمال المداهمات والاعتقالات والاغتيالات.
تاريخ وحدة دوفدوفان أو كما يطلق عليها وحدة المستعربين الإسرائيلية يعود إلى عام 1986، وقد تم تأسيسها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من أجل تنفيذ العمليات السرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم انتقاء أفرادها ليكونوا ذات طبيعة شرقية لكي لا يثير الشكوك حولهم، ويتقن أفراد وحدة دوفدوفان اللهجة الفلسطينية متنكرين في الزي الفلسطيني التقليدي، كما يقوم أعضاء هذه الوحدة بالتحرك وسط التجمعات السكانية الفلسطينية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات الاعتقال والاغتيال ضد أفراد الفصائل الفلسطينية. ولوحدة دوفدوفان التي استدعتها إسرائيل تاريخ طويل من العمليات العسكرية داخل فلسطين، حيث كان لها دور كبير في اغتيال قادة الفصائل خلال انتفاضة الأقصى الأولى، كما نفذت المئات من العمليات العسكرية في الضفة وقطاع غزة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن. استدعاء جيش الاحتلال لوحدة دوفدوفان الإسرائيلية من غزة يأتي في محاولة من تل أبيب للسيطرة على الأوضاع المشتعلة في مدن ومخيمات الضفة الغربية منذ أكثر من 100 يوم، استشهد وأصيب على أثرها المئات من الفلسطينيين في ظل تحذيرات ومطالبة إقليمية ودولية بضرورة وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض أجواء الحرب على المناطق الجنوبية في لبنان، وفي الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى الحيلولة دون اتساع الصراع في الشرق الأوسط، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن احتمالات الحرب على لبنان باتت أكبر من أي وقت مضى. الأزمة على حافة التصعيد، هكذا وصف المراقبون الأوضاع المتوترة على الحدود بين لبنان وإسرائيل، فبلا أي مسؤولية عن سلام المنطقة خرج رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي ليقول وسط جنوده إن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي. وبينما العالم يسعى لاحتواء الصراعات المتعددة في الشرق الأوسط والمرتبطة كلها بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يزال جيش الاحتلال يفرض أجواء الحرب على المناطق اللبنانية الجنوبية، ولا يكتفي بتبادل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، بل يشن هجمات صاروخية على قرى وبلدات داخل حدود لبنان، واخترق حتى قواعد الاشتباك باستهداف منزل القيادي الحمساوي صالح العروري في العاصمة اللبنانية بيروت. قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل وصفت هذا الوضع بأنه مقلق للغاية مع استمرار القصف المتبادل عبر الحدود بنحو شبه يومي. الدفع الإسرائيلي باتجاه التصعيد مع لبنان في هذه المرحلة من الأزمة المشتعلة بالمنطقة يتناقض مع الاستعداد الأمريكي للتوسط في خفض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب اللبناني. وإزاء العناد الإسرائيلي، لوح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب بأن الحرب إذا نشبت بين لبنان وإسرائيل ستكون حرباً إقليمية، ولن يكون الأمر سهلاً على إسرائيل لأنها ستجد نفسها في مرمى الصواريخ من كل الجهات، وليس فقط من حزب الله الذي يصف التهديدات الإسرائيلية بنقل جبهة القتال من غزة إلى لبنان بأنها غير مجدية، معتبراً أن على إسرائيل الخوف من الحرب لأن القتال سوف يكون بلا ضوابط. جهود دبلوماسية متعددة ومخاوف يعلن عنها الجميع، لكن لا يدري أحد إلى متى ستستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إذكاء النيران في كل الاتجاهات. نشرتنا إذن مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوته بشأن الانسحاب الكامل للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضي.
أهلا بكم من جديد. قالت جماعة الحوثي إن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وأضافت أن الغارات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة على أهداف حوثية لن تؤثر على القدرات العسكرية للجماعة، واعتبرتها مجرد وهم ودعاية إعلامية. كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال عن تقديرات للجيش تشير إلى أن نحو ربع ترسانة الحوثيين تم تدميرها منذ بدء حملة ردع تهديد الملاحة في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها دمرت 14 صاروخا حوثيا كانت جاهزة للإطلاق، وأشارت إلى أن هدف الضربات يتمثل في إضعاف قدرات جماعة الحوثية على مواصلة هجماتها على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. أما شركات الشحن العالمية فقد لجأت مؤخرا إلى العديد من الطرق لضمان عدم استهداف سفنها من قبل الحوثيين أثناء إبحارها في البحر الأحمر، خاصة مع فشل الهجمات الأمريكية والبريطانية في وقف تلك الهجمات. أبرز تلك الطرق هو إدراج عبارة الاتصال مع إسرائيل على صفحة المعلومات الخاصة بها على موقع EES الدولي والمختص بمراقبة حركة السفن. الاتصال مع إسرائيل عبارة جديدة أصبحت تدريجها سفن الشحن على صفحة المعلومات الخاصة بها على موقع IIS الدولي والمختص بمراقبة حركة السفن لتجنب استهدافها من قبل جماعة الحوثي أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مع إصرار الحوثيين على استهداف السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية تنديداً بالعدوان الغاشم على غزة، وفشل الضربات الأمريكية البريطانية في وقف تلك الهجمات جعل العديد من سفن الشحن تلجأ إلى عدة وسائل لتأكيد عدم وجود أي علاقة تربطها بإسرائيل. وكالة بلومبرج الأمريكية كشفت مؤخراً عن قيام العديد من سفن الشحن بتغيير هويتها لترتبط باسم الصين أو روسيا، أو القيام بإيقاف تشغيل أجهزة تعقب نظام تحديد المواقع الآلي IIS الخاصة بها عند الاقتراب من البحر الأحمر على أمل عدم استهدافها من قبل الحوثيين. الوكالة أوضحت أن السبب الرئيسي لاختيار سفن الشحن تغيير هويتها لترتبط ببكين وموسكو هو موقف البلدين الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعدم تأييدها للهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن. ومع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تؤثر سلباً على التجارة العالمية، تزداد المطالبات للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الفلسطينيين وعدم فتح جبهة قتالية جديدة في اليمن تزيد المنطقة توتراً، لأنها بذلك تطفئ النار بالنار. هذه وقفة تحليلية مع تطورات الوضع في البحر الأحمر والتوتر المتصاعد في هذه المنطقة مع زميل ياسر رشدي. مرحبا من جديد ياسر. شكرا رغدة وشكرا أحمد. لمزيد من القراءة والتحليل في هذا الموضوع انضم إلينا مشاهدينا الكرام من بيروت العميد خالد حمادة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. بعد تحية سيادة العميد، إذا يبدو لافتا في تصريحات جماعة الحوثي وعلى لسان زعيمها أن هناك لهجة تصعيدية، هم يتحدثون مؤخرا عن استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، هل تعتقد حضرتك أن هذا يأتي من قبيل البروباغندا أم أنه قابل للتنفيذ، وما هي نتائجه برأيك إن حدث؟ مساء الخير. مساء النور. يعني أولا كل هذه العناوين المرفوعة من قبل الحوثيين لا تستطيع إقناع أحد أنه ما يجري في البحر الأحمر إنما هو لدعم غزة وللتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة. أعتقد أنه تعريض التجارة العالمية لهذه المخاطر وتحميل قناة السويس كل هذه الخسائر وتصدر المشهد وكأنه يعني لا أحد يستطيع دعم غزة إلا ميليشيا مسلحة غير شرعية مدرجة على لائحة الإرهاب، سبق أن قصفت المملكة العربية السعودية وسبق أن قصفت دولة الإمارات
واعتدت بأكثر من مرة على الملاحة وقامت بأعمال قرصنة في البحر الأحمر، وكأنه يلقى على هذه الميليشيا مسؤولية دعم غزة والتصدي لإسرائيل. يعني هذه البروباغندا غير المقبولة، هذا الإصرار الإيراني على الحضور في المشهد الشرق أوسطي عبر هذه السياسات الرعناء التي طبعا نرى مثيلا لها في لبنان، في العراق، في سوريا، ومؤخرا في باكستان. يعني أنا أول شيء هذا الاستعراض للقوة ليس هناك يعني من 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 مقبولية كأنه يعني نضع يعني الميليشيا الحوثية وكل هذا الحشد الغربي في ميزان قوى واحد. يعني هذا ما اعتدناه من التصريحات التي لا قيمة لها. في النهاية السؤال، هل فعلا تريد الولايات المتحدة أن تمنع الحوثيين من الاعتداء على البحر الأحمر وأن فعلا تؤمن حرية الملاحة، أم أن كذلك مناورة أمريكية إيرانية كما اعتدنا هدفها في النهاية إغراق المنطقة بمزيد من التوترات ويعني اتساقا مع كل سياسات الولايات المتحدة في المنطقة؟ يعني حضرتك إذن يا سيادة العميد تتشكك في نوايا الجانب الحوثي وحتى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يرد عليك قائل ويقول إنه الولايات المتحدة الأمريكية أعادت إدراج جماعة الحوثي من جديد حتى ولو كان لفترة زمنية مؤقتة على قائمة الإرهاب، اعتبرتها جماعة إرهابية تضرب في عمق السلاح الحوثي. يعني كيف يمكن أن نشكك في توجه الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الذي معها؟ يعني الولايات المتحدة تدرك أنه التقاط السهام أصعب بكثير من مسألة الرمي على رماة السهام. الولايات المتحدة تدرك تماما أن الحوثيين ليسوا قوة مسلحة لها اعتبارها، هي تدرك تماما أن كل ما يجري في البحر الأحمر وما يجري في جنوب لبنان إنما هو تسويق لطهران في هذا المشهد الإقليمي المعقد. إذا السؤال ليس أو الجواب ليس بالتصدي لجماعة الحوثي، الحوثيون ليسوا جماعة قادرة بالفعل على توتير المنطقة، هناك إصرار إيراني، لكنها تسبب قلقا واضحا سيادة العميد. يا صديقي نعم، ولكن يجب أن لا نغفل ولا أن يعني أن نذر الرماد في عيوننا ونقول أن الحوثيون يمتلكون قدرة صاروخية وباليستية وقادرين على تطوير المسيرات في الوقت الذي تقف إيران وراء كل ذلك. يعني السؤال، هل فعلا ستقارب الولايات المتحدة هذه المسألة بطريقة مسؤولة، أم أن ذلك يعني سيتم يعني الإجابة على سؤال حضرتك سيادة العميد تأتي على لسان جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قال سنعاود ضرب الحوثيين وكل تمركزاتهم إذا ما عاودوا أعمالهم واستهدفوا السفن المارة في البحر الأحمر. هذا صحيح، ولكن كان المطلوب من كيربي أن يقول أن كل هذه البنية العسكرية إنما بنتها طهران، وطهران هي من يهدد الملاحة. ويجب أن لا ننسى ما قاله كذلك وزير الخارجية بالأمس في دافوس عندما قال أنه إلغاء الاتفاق الإيراني كان خطأ أمريكيا. يعني يجب أن نفهم أنه هل الولايات سيادة العميد أنت كرمت في هذا الخبر العاجل، وسأعود إليك مرة أخرى، حيث أعلن المتحدث العسكري المصري مقتل 3 مهربين للمواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. أوضح المتحدث أنه تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية. نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل وعلى لسان المتحدث العسكري المصري الذي أعلن مقتل 3 مهربين للمواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وأوضح المتحدث أنه تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي 300 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع،
وأشار إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية. سيادة العميد خالد حمادة، تفضل واعتذر للمقاطعة، لكن كان لابد للذهاب إلى هذا الخبر العاجل، تفضل أكمل ما كنت تريد أن تكمله. يعني أظن أنه كل المنطقة العربية وكل الدول هنا في المنطقة تدرك تماما هذه العلاقة الملتبسة بين طهران وبين الولايات المتحدة، ولذلك يعني الجميع ينظر بعين الريبة إلى كل ما تقوم به الولايات المتحدة. يعني نفهم جميعا وقد علمتنا التجربة أن إيران هي المسؤولة عن كل هذه الميليشيات المذهبية المنتشرة هنا وهناك. صحيح. في المنطقة من اليمن وصولا إلى البحر المتوسط، وبالتالي لا يجب أن تحسم أمرها الولايات المتحدة. هل هي صديقة حقيقية لدول المنطقة أم أنها تستثمر في كل هذا الشغب والتمرد الإيراني على المنطقة عبر زرع هذه الميليشيات، وبالتالي التوجه لهذه الميليشيات وكأنها هي مصدر القلق. يعني عندما يأتي، إذا توسعنا قليلا، عندما يأتي مسؤول أمريكي في لبنان لمساءلة حزب الله عن موقفه من 1701 وعن الانسحاب لمسافة 7 كيلومتر عن جنوب لبنان دون أن يتطرق إلى مسؤولية إيران في ذلك، ويتعامل مع الدولة اللبنانية وكأنه وسيط يعني بينه وبين حزب الله، هل ذلك يمكن قراءته من قبيل الثقة بالولايات المتحدة؟ يعني لقد ذقنا ذرعا منذ الحرب على العراق وحتى الآن بكل هذه السياسة الأمريكية في المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن كل الحكومات في المنطقة لا تصدق الولايات المتحدة ولا تريد أن تصدقها. هناك اعتداء على المنطقة من قبل إيران عبر أذرعها المذهبية. هل تريد الولايات المتحدة فعلا أن تحدد من هم أصدقائها ومن هم أعدائها في المنطقة، أم أنه سنبقى ندور في هذه الثنائيات، تارة القومية المتصارعة مع قومية أخرى فارسية عربية، وتارة سنية شيعية، وتارة فصائل مسلحة تغذيها إيران، ثم تتصرف الولايات المتحدة معها وكأنها دول مستقلة. يعني أعتقد أن التجربة أصبحت غنية، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها استغباء كل هذا العالم العربي. شكرا سيادة العميد، أنا أشكرك شكرا جزيلا. من بيروت العميد خالد حمادة، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. مشاهدين الكرام، عود مرة أخرى بحضراتكم إلى رغدة وأحمد. شكرا جزيلا ياسر. شكرا لك ياسر. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن العراق يريد استئناف المناقشات بشأن الانسحاب الكامل للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيها. أكد السوداني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في ديفوز أن العراق ذي سيادة يحتاج إلى الحفاظ على علاقات ثنائية بناءة مع الدول الغربية. انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق، وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي. أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجارات قرب مطار إربيل شمال كردستان بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية. أوضحت وسائل الإعلام العراقية أن الانفجارات ناجمة عن محاولة استهداف لقاعدة حرير الأمريكية في إربيل بواسطة طائرة مسيرة انطلقت من مدينة الموصل. مزيد إذا من التحليل حول هذا الموضوع مع الزميل ياسر رشدي. شكرا أحمد، شكرا رغدة. إلى هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد. إذا هبة، هي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها العراق شعبيا ورسميا بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. لأي درجة فعلا أصبح هذا طلبا ملحا في الشارع العراقي؟ نعم يا ياسر، طبعا مثل ما أشرت أنه هذه ليست أول مرة ولا آخر مرة ولا
الشعب يطالب ويطالب بخصوص إنهاء وجود التحالف الدولي كونه يسبب زعزعة في الاستقرار العراقي من قبل الكثير من الفصائل التي تحاول وبأشد الطرق أنه إخراج وإنهاء التحالف بسبب دعمه لإسرائيل. وما يحصل هنالك في قطاع غزة كثرة الاستمرار على استهداف القواعد أيضا تزعزع من أمن واستقرار خصوصا في حكومة محمد الشاع السوداني. هنالك إحراج من الحكومة العراقية بخصوص يعني الاستهدافات المتكررة على القواعد الأمريكية مرارا وتكرارا. الحكومة العراقية تتوعد بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارية والمنشآت الأمريكية، فبالتالي لا تقدر يعني مثل ما يرى بعض من المحللين السياسيين وحتى العسكريين يقولون أنه الحكومة لا تقدر أن تتحكم وأن يعني تفرض سيطرتها على الفصائل المسلحة في العراق، كونها أيضا هي من داخل الحكومة العراقية ومن داخل الإطار التنسيقي. فبالتالي بعد حتى يعني آخر الاستهداف الذي حصل في مقرات على حركة النجبة وآخر استهداف أيضا على أربيل من قبل الحرس الثوري، كونه أن هنالك مقرات تجسسية وإرهابية بخلاف كلامهم، حتى أن الأعرجي يعني نفى وفند الادعاءات الحرس الثوري بخصوص وجود مقرات تجسسية. فبالتالي يقع هنا العراق بصراع وبأمور كثيرة وبتطورات خطيرة قد تنجم لانجرار العراق نحو صراعات ونحو حرب متطورة. فلا يريد وحتى لا تريد الحكومة العراقية أن ينجر العراق لهذه الأمور. عانى ما عانى العراق من سنوات عجاف كثيرة من هذه الحروب، ولا نريد أن نرجع إلى المربع الأول يا ياسر. نعم، شكرا جزيلا هبة تميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد. أعود بحضراتكم مرة أخرى إلى رغدة وأحمد. شكرا ياسر. كشفت شبكة NBC الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح أمريكي للتطبيع بين إسرائيل والسعودية مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة إن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية مقابل اتفاق للسلام مع السعودية. إلى الرياضة إذن، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الغاني في مواجهة قوية ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية. منتخب مصر تعادل بهدفين أمام موزمبيق في الجولة الأولى، بينما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بهدف مقابل هدفين. مواجهة مصرية تنتظر منتخب مصر عند ملاقاة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وشهدت الجولة الأولى تعادل المنتخب المصري بهدفين مقابل هدفين أمام نظيره الموزمبيقي، في حين خسر المنتخب الغاني بهدف مقابل هدفين أمام كاب فيردي. ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية، حيث التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010. ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الفراعنة عدة تغييرات وفقاً لما أعلن البرتغالي روي فيتوريا. وفي الجانب المقابل تحوم الشكوك حول مشاركة محمد قدوس لاعب وستهام يونايتد ضمن صفوف غانا بسبب الإصابة. هذا وخسر منتخب مصر مباراة واحدة فقط من آخر 20 مباراة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وكانت الهزيمة بهدف دون رد أمام نيجيريا في النسخة الماضية، بينما لم يحقق منتخب غانا أي فوز في آخر خمس مباريات له في الكان، وهي أطول سلسلة بلا فوز لهم على الإطلاق في البطولة.
بالنسبة إلي، التعادل مع موزمبيق أمر من الماضي. ستكون مباراة غانا مختلفة. نعلم أن لدينا نقطة واحدة، بينما ليس لدى غانا أي نقطة، لكن جودة كلا الفريقين كبيرة ونوعية اللاعبين أيضا. منتخب غانا يعرف كل شيء عنا بالطبع، وبعد أن يطلق الحكم صفارة البداية لدينا حياة مختلفة وطرق مختلفة للمضي قدما. كان منتخب غينيا الاستوائية قد حقق فوزا كبيرا على منتخب غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الحسن وتارا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. نتابع تفاصيل إذن مع زميل ياسر رشدي. شكرا أحمد، شكرا رغدة. من أبيدجان ينضم إلينا أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد. طبعا وصف هذه المباراة اليوم بين مصر وغانا بأنها مصرية ومهمة، هذا وصف حقيقي. المباراة أصبحت صعبة بطبيعة الحال بعد التعادل الأول للمنتخب المصري، وهزيمة غانا صعبت الأمور أكثر وأكثر. كيف تبدو انعكاسات يعني هذه النتائج للمباراة الأولى لكلا الفريقين على أجواء المعسكر المنتخب المصري قبل ساعات قليلة جدا أحمد من انطلاق المباراة؟ تحياتي من هنا من أبيدجان. بالتأكيد نتائج الجولة الأولى أثرت بشكل واضح على معسكري المنتخبين المصري والغاني، وإن كانت المعنويات في المعسكر المصري أفضل بوضوح. تواجدنا بالأمس في تدريبات المنتخب المصري وكذلك في تدريبات المنتخب الغاني الأخيرة قبل المواجهة. المعسكر المصري تمتع الحقيقة بأجواء طيبة للغاية ومعنويات مرتفعة وثقة كبيرة. للأمانة صدرها روي فيتوريا المدير الفني المخضرم الذي تمتع بثقة كبيرة في المؤتمر الصحفي وكذلك في قيادته للتدريبات. على الجانب الآخر كريس هوتون ظهر متوترا بشكل واضح، ومعسكر المنتخب الغاني كان الأجواء به يعني مشدودة كما نقول بلغة كرة القدم، ولكن أتمنى طبعا أن ينعكس هذا على المباراة اليوم. وإن كانت طبعا المنتخب الغاني من المنتظر أن يتمتع بدعم جماهيري كبير، يعني لاحظنا تواجد غاني كثيف جدا، وطبعا هذا منطقي وطبيعي لقرب غانا من كوديفوار. الأمور طبعا بين أكرا وأبيدجان أقل من ساعة بالطائرة تقريبا، وكذلك الإعلام الغاني تواجد بشكل مكثف جدا سواء في أبيدجان بشكل عام أو في تدريبات المنتخبين المصري والغاني بالأمس. شكرا جزيلا أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية من أبيدجان. أعود بحضراتكم مرة أخرى إلى رغدة واحد. مولع أنت بكرة القدم ياسر، أعلم. شكرا ياسر. إذن ختم هذه النشرة ونذكركم بأهم ما عرضناه. البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. يونيسيف تؤكد للقاهرة الإخبارية أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة من النساء والأطفال، وأن القطاع بات أكثر الأماكن الخطرة على الإنسانية. جامعة الحوثي تقول إن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية. تابعوا المزيد عبر القاهرة نيوز دوت نت. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.